شهدت مدينة الخوخة العاصمة الإدارية المؤقتة لمحافظة الحديدة وقفة تضامنية نظمها إعلاميون وحقوقيون ونشطاء إحياء للذكرى الثالثة لاستشهاد الإعلامية رشا الحرازي وجنينها إثر استهداف مركبة زوجها الإعلامي محمود العتمي بعبوة ناسفة في مدينة عدن بتاريخ 9 نوفمبر 2021، وهو الاستهداف الذي أدينت فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية. وخلال الوقفة التي شارك فيها محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر، أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي يقوم به الصحفيون في كشف الحقائق للرأي العام، مشددا على أهمية حماية أرواحهم ومساندتهم للقيام بواجبهم على أكمل وجه، ومطالبا بسرعة معاقبة ومحاسبة الميليشيات الحوثية التي ارتكبت الجريمة بحق الإعلامي العتمي وعائلته. ورفع المحتجون شعارات تطالب بتحقيق العدالة وإنصاف الشهيدة رشا الحرازي وكافة الزملاء الإعلاميين ضحايا الإرهاب الحوثي، مؤكدين من خلال بيان لهم على ضرورة معاقبة الجنات في قضية استهداف الإعلامي العتمي واحترام حرية التعبير والصحافة، ومطالبين المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بحماية الصحفيين وإنصاف مظالمهم باعتبارهم عين المجتمع وصوت الحق. هذه الجريمة البشعة التي رأت ضحيتها الأخت الصحفية وجنينها أمام العالم كان منظرا بشعا. هذه العملية التي نفذتها هذه الفئة الباغية، نفذها الحوثي، عملية قذرة، عملية غادرة، عملية فيها كثير من اللا إنسانية، بل لا إنسانية. هي الأخوة الآن يقفوا هذه الوقفة معبرين عن استيائهم، وكلنا نعبر عن استيائنا من هذا التصرف الأرعن، ونقول ونشد على أخواننا وأبنائنا الصحفيين ألا يرتهبوا ولا يخافوا من هذه الفئة. الحوثي فقاعة، الحوثي يجب أن يعرف أن مهما عمل ومهما عمل من أعمال بشعة لن تؤثر في الناس ولن تؤثر في الشباب، وستظل الكلمة هي العليا، سيظل الصحفي هو القوة التي تدحره بأمر الله تعالى. ومن خلال هذه الوقفة الاحتجاجية الإنسانية التضامنية نؤكد على ما يلي: 1. التأكيد على مطالبنا المشروعة والقانونية في ضرورة تحقيق العدالة ومعاقبة الجناة في قضية استهداف الزميل الإعلامي محمود العتمي بالعاصمة المؤقتة عدن في 9 نوفمبر من العام 2021 عبر عبوة ناسفة وضعت في مركبته، مما أدى إلى استشهاد زوجته الزميلة الإعلامية رشا وجنينها. 2. نعبر من خلال هذه الوقفة عن رفضنا القاطع لاستهداف الإعلاميين ومطالبتنا كل الجهات باحترام حرية التعبير والصحافة. 3. نطالب العالم وخاصة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بضرورة حماية الإعلاميين وضمان تحقيق العدالة لهم وإنصاف مظالمهم باعتبارهم عين المجتمع وصوت الحق. 4. نؤكد استمرارنا الدائم في الاحتجاجات والفعاليات المطالبة بإنصاف الإعلاميين وحمايتهم، وإننا لن نتنازل عن مظلمة واحدة أو قطرة دم لإعلامي واحد بهدف إسكاتنا وتغييب الحقيقة.